استقبل العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي بقاعدة عيسى الجوية ظهر اليوم بحضور سمو الرائد الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة عددا من المشاركين في مجموعة قوة الواجب الخاصة التابعة لقوة دفاع البحرين والمشاركة في عملية إعادة الأمل بجمهورية اليمن الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة. وخلال الاستقبال رحب سمو قائد الحرس الملكي برجال قوة دفاع البحرين من مجموعة قوة الواجب الخاصة، كما أعرب سموه عن شكره وتقديره لهم على ما يبذلونه دائما من تفان وجهد مخلص في أداء الواجب الوطني المقدس ضمن صفوف قوات التحالف العربي الداعم للشرعية في جمهورية اليمن الشقيقة بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية. كما أشاد سموه بتضحياتهم النبيلة المرتكزة على الشجاعة والإقدام على تأدية الواجب الوطني لنصرة الحق ومشاركة أشقائهم لإعادة الشرعية إلى جمهورية اليمن الشقيقة. حضر الاستقبال العميد الركن حمد خليفة النعيمي نائب قائد الحرس الملكي وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين وعدد من أهالي المشاركين في مجموعة قوة الواجب الخاصة. جبار الحمد لله. يعني اليوم التاريخ كان يذكر أجدادنا، يذكر فعلنا السابق، اليوم نذكر فعول أبنائنا وأخواننا وأزواجكم. فالحمد لله يشرفنا احنا كل ضابط هني ان نخدم مع هالجماعة وهالرجال اللي هني موجودين. قاموا بعمل البطولي جماعة، بيكم تفتخرون فيه. مبروكين على هذه التربية، والأمهات مبروكين على تربية أبنائكم، مبروكين على صبركم على أزواجكم. فعلا يشرفنا تواجدنا وياهم وخدمتنا وياهم.